مرحبا، تحية محبة وتقدير وامتنان إلى الجميع بوجودكم تحلو الحياة وتزهر كما ظهر في الفيديو. إذن كانت هذه هي بوليود على طبيعتها وجمالها وسحرها وعلى سجيتها، يعني تناغم الصوت الجميل مع الشكل الجميل والأنوثة الطاغية والطبيعة الخلابة، يعني رقص على سجيتها وعلى طبيعتها، يعني حركات يعني متناسقة متناغمة مع اللحن ومع الصوت، الصوت الصافي يعني الرنان المخملي. رقص ميناكشيش شادري، هي ممثلة اشتهرت في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، راقصة وممثلة وراقصة محترفة، محترفة في رقص بهاراتاناتيام، أوديسي وكوتشيبودي، ونالت جائزة ملكة جمال الهند في بداية الثمانينات. الطبيعة ليس هناك أجمل من الطبيعة، يعني اللباس الهندي التقليدي، الرقص الهندي، كل ذلك اختفى، النغمات الهندية والإيقاع الهندي، الصوت الصافي الهندي الذي كله جمال وأنوثة، يعني صوت سادهنا سرغم، يعني صوت صفاء، فيه صفاء، فيه رنة، فيه مخملية، فيه إحساس عالي، تناغم وتمازج الصوت مع الشكل، يعني يعطي ذلك الجمال الآسر الذي يلفت الانتباه. لذلك الجميع عشق بوليود، بالإضافة إلى الألوان، تناغم الألوان، الصورة مبهرة ومبهجة في نفس الوقت. أين اختفى كل هذا حاليا؟ اختفى. لم نعد نرى اللباس الهندي الأصلي، يعني التقليدي، الألوان، الرقص، الألحان الجميلة التي فيها إيقاع هندي، إيقاع الطبلة والآلات الموسيقية الأخرى، الأصوات الهندية الجميلة التي فيها الصفاء، كأنها نابعة من الطبيعة، كأنها شلال متدفق، اختفى كل شيء. الجمال الهندي، يعني العيون الواسعة مع الحواجب، مع ابتسامة، مع جبين مريح، مع شعر طويل، يعني أين اختفى كل هذا؟ الرقص الهندي بأشكاله، يعني حوالي 7 رقصات هندية كانت معروفة، بهاراتاناتيام، كاتاك، كاتاكالي، مانوبيري، كوتشيبودي، أوديسي، موهيني أتام، تانداف أيضا، يعني أين اختفى كل ذلك؟ يعني لم نعد نشاهد شيء. الأفلام الهندية لم تعد تصدر الثقافة الهندية والتراث الهندي الزاخر، يعني أفلام بوليود صارت نسخة من هوليود، يعني ابتعدوا كليا عن ثقافتهم، يعني هذا سبب لي شخصيا نفور من السينما الهندية. لم أعد أرى ما كان يستهويني سابقا من جمال تناغم الصوت مع الصورة مع الطبيعة مع الألوان مع الرقص الهندي مع اللباس مع فتيات جميلات، يعني جمال طبيعي دون شد أو نفخ، وجمال الذي مغلف بخجل بعض الشيء، يعني ترى ملامح بريئة، يعني مع عيون آسرة ساحرة. أين اختفى كل ذلك؟ كلهم اليوم يعني نفخ وشد وحواجب مرفوعة ولباس يعني مبتذل، يعني لذلك ابتعدت عن مشاهدة الأفلام. غير من أكشيشي شادري كانت أيضا سريديف، يعني محتلة الصدارة في النجمات، يعني تلقب بالنسخة النسائية لأميتاب باتشان، يعني The Female أميتاب باتشان، يعني أعلاهن كانت أجرا وكانت تقوم بأدوار بطولة، يعني الفيلم باسمها، يعني ودور مهم لها. كانت أيضا راقصة بارعة وممثلة جيدة، يعني تعبر بعيونها جيدا، يعني أخذت أهم الأدوار. يعني हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी ना 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 मेरी सोनी से जो सजाएगा वो जाने कब आएगा हाँ
أجيال التي بعد 3 دي كانت أجيال يعني مقنعة جدا، يعني توفرت فيها تلك المعطيات والعناصر، عناصر نجومية كمادوري ديكسيت، يعني شكل وتمثيل ورقص، يعني جوهي شاولا، كاريشما كابور، شيلبا شيتي، رافينا تاندون، يعني مانيشا كويرالا ممثلة جيدة، طابو أيضا ممثلة جيدة. يعني أين اختفى كل ذلك؟ يعني كانت المواضيع مهمة والأغاني مهمة، الأغاني الطبيعية مهمة أداء ولحنا وصوتا وتوظف بشكل جيد في أحداث الفيلم. يعني لا يمكن أن تنزع الأغنية من الفيلم، لو نزعتها يختل توازن الفيلم والسياق الدرامي للفيلم. حاليا الأغاني يعني توضع هكذا بشكل عشوائي، دائما كانت الأغنية تعبر عن الحدث يعني ولاصقة بالحدث، يعني لا يمكن أن تنزعها من الأحداث الدرامية، سواء أغاني حزينة أو مفرحة، أو الأغاني التي في الأعراس، كانت تنجح أغاني الأعراس، والأغاني التي في الحفلات، والأغاني التي في أعياد هولي مثلا، أو الأغاني التي تحت المطر، يعني كلنا عرفنا ذلك، أين اختفى ذلك؟ أو الأغاني التي في الطبيعة مثلا، يعني أين اختفى ذلك؟ يعني الجيل الذهبي هو ما الجيل الذي كان في الثمانينات والتسعينات، يعني أهم الأفلام ظهرت في التسعينات، يعني الموسيقى كانت روعة روعة، الموسيقى والأغاني كانت روعة في التسعينات، حتى أشكال النجمات كان مثيرا جدا، جمال طبيعي يعني، لا شد ولا نفخ ولا غيره. إذا كانت تلك هي بوليود التي تستهويني وأتابعها وأعشقها يعني بكل تفاصيلها وصورها يعني ورموزها. أما بعد 2010 يعني انحدار وسقوط، سقوط سقوط في المستوى الفني ومستوى الأداء واختيار النجوم، أصبح المسيطرون هم أبناء النجوم فقط، يعني يتم تنجيمهم، صنع منهم نجوم من لا شيء، هم لا شيء يعني، فقط لأنه ابن نجم، وإن جاء أي أحد دخيل يحارب 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 يحارب. لم نسمع يوما بانتحار ابن نجم، يعني أي قضية قتل أو انتحار يكون شخص خارج الوسط الفني. يعني لكم واسع النظر، أعتقد فهمتم القصد، يعني دمت بألف خير. आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं। You so precious when you smile, girl I lose myself in those eyes. I just had to let you know you're mine. Lo siento.